كنا بنتكلم كمان على يعني كانت طبعا والده الكابتن الله يرحمه محمد عبد الوهاب كانت معانا في الانترو وقالت جزء مهم جدا جدا في صناعه الابطال وهو الاسره او البيت. دايما طبعا بنتكلم على البيت ان هو وخاصه هتكلم معاكي بكل امانه في يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا السوشيال ميديا والتغير شويه والانترنت والولاد الصغيرين خلاص بقى يعرفوا حاجات كتير. ازاي حضرتك قدرتي تسيطري وقدرتي تعملي البالانس اللي هو اولا البيت انه يكون هو جزء كبير جدا جدا من انطلاقه او من نشاه البطل نفسه بالاضافه مع النادي، التوليفه ديت حضرتك عملتيها ازاي عشان ما شاء الله اولادك يبقوا ابطال في النادي الاهلي؟ الحمد لله. هو الموضوع اساسا محتاج ان هم يبتدوا يعتمدوا على نفسهم قوي في كل حاجه، ما نلجأش قوي للسوشيال ميديا. احنا ظهرت في الكام سنه الاخرانيه بس صحيح. قبل كده ما كانش موجود. ما كانش بالظبط. بس هي اثرت طبعا، بتاثر أكيد. جامد يعني. هي يمكن حبهم للنادي وحبهم للعبه وشايفين باباهم ومامتهم، انا برضو كنت لعيبه في النادي الاهلي ولاعيبه منتخب طبعاً. فهم برضو يعني اتولدوا في الملعب بمعنى اصح، يعني كلهم كانوا موجودين. انا كان كريم بيبقى في ايدي في المعسكرات في السفريات. اخترت لهم اللعبه ولا هم زي ما قلتي علشان نشأوا في بيت شايفين بابا وماما بيلعبوا لعبه الكره في ايدهم باستمرار. يعني انا حتى نادين عندي حاولت اوديها فولي زي ليلى كده، بس كانت معانا كانت معاكم، وحاولت اوديها فولي، هي كانت حابه الفولي وكانت برضو بتلعب باسكت، بس جت لمرحله معينه قالوا لها لا وما ينفعش، وبابا وماما وما ينفعش ولازم باسكت، ويا باسكت يا ما فيش. مين اللي قالها؟ في النادي بقى. لان ما ينفعش يجمعوا بين لعبتين جماعيتين. فطبعا ما قدرتش تاخد القرار غير هو الباسكت اجبار يعني. بس فهو طبعا تاثيرهم البيت اللي احنا لازم بنبقى متعاونين مع بعض في الحته دي، ان احنا بنقفل حاجات تانية كتير. يعني السوشيال ميديا ما نخليهاش تاثر علينا بالسلب، يعني خصوصا الموضوع عندي احمد بعد يعني كان مصاب الفتره اللي فاتت دي، فطبعا السوشيال ميديا مأثره جدا، كانت معاه شويه. والجماهير ما بيستنوش على لاعب ان هم عايزينه في الملعب صحيح. احسن حال ما بيشوفوش اللي بره بيبقى شغال ازاي. دور الام بقى بيجي في النقطه يعني دي. يعني لسه كنت بتكلم مع كابتن عليا بقول لها يعني احنا كان عندنا مهند الصباغ اللي هو دلوقتي بيلعب في فرقه نادي سموحه، وكنا شاريينه برده جه في الاهلي ومشوه قالوا يبطل وما يبطلش. ما شاء الله امبارح في ماتش سموحه والزمالك ولا لعيب مثلا عنده لسه طالع، يعني ممكن الاهلي يفكر يجيبه تاني كبوينت جارد مثلا. فهي الاصابه بعد ما قعد 3 سنين، ولاعيبه كوره امثله كتير مصابين بيستنوا يعني طبعا. وضع طبيعي بالذات بالركبه، وخصوصا ان هو اتحمل على نفسه كتير في الاصابه الفتره اللي فاتت ولعب، وكانت قرحه حجمها كبير جدا يعني 4×4 فيعني صعبه، فعمليتين ورا بعض فبتاخد وقت، ونزل برضو بعد الكورونا على طول على ارض بلاط، فطبعا اثرت بزياده تاني معاه في رجله، واضطر يعمل حقن. فهو غصب عنه يعني. هو طبعا يتمنى يبقى بكره في الملعب وان شاء الله، فاحنا على طول الدعم ده معاه، وهتبقى احسن وهتنزل وخلينا ومع بعضينا وهتبقى ونروح مع بعض الجيم ويلا ده السبورت اللي محتاجه في الوقت ده. بالظبط، احنا كلنا معاك. احنا يعني انا مره اروح يعني انا بنزل معاهم الجيم اوقات، هو نادين ويلا هنبقى مع بعض. وبصراحه لازم اشكر الدكتور علاء شاكر بصراحه، وطبيبهم بصراحه طبيب الفريق. لا هو الجيم اخصائي العلاج الطبيعي بصراحه عامل سبورت جامد لي والنادين. كابتن علاء شاكر ده من يعني ما شاء الله، وان شاء الله والروح الحلوه اللي عاملها في الجيم مع اللعيبه. يعني محمود متولي برضو معانا في التاهيل هناك، كلنا معظم تيم التاهيل هناك تيم التاهيل كلنا اللعيبه هناك، وبصراحه تيم